هلا يومية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم سفرة مشاوي ان شاء الله مثل ما طلبتوا، قلتوا لي سفرة وتدللون من عيوني شلونكم على سفرة. ان شاء الله هواي سفرات بهاي السنة راح نسوي. بس قبل لا يبدأ الفيديو، اذا ما مشترك بالقناة اشترك وخلي لايك واكتب اي شيء بالتعليقات. طبعا شكرا من كل قلبي على التعليقات. الفيديو راح والقبله تعليقات كلش حلوه، وكل ما اقراها تسوي لي حماس واريد اروح بنفس اللحظه اروح اصور فيديو. بس قبل لا تطب جوا بالغابه هنخلي مثل هذا الرشاش، مثل هذا شنو اقصد من هذا الرشاش مال بيج، لان هنا البيج ياكل الواحد اكل. نخلي على رجلين همين. يلا نكمل طريقنا. يا الله هسه شنو عندنا؟ نلقانا مكان لازم. هذا شنو هذا البايسكل؟ عافية هنا اكيد واحد هنا ذاك صاحبه. يا الله اكو طريقين، هذا واحد وهذا واحد. خل نروح على اليسرى ونشوف شكو ماكو من هنا. باع الزرع شقد. بسم الله هاي الاشجار دافعها المي موصلها لهنا، لان هذا اكو نهر هنا. هاي المنطقة جايين بيها ناس، شوف هنا حارقين. اكثر شيء اكره بهاي الاماكن الخيوط مال العنكبوت، حيل تضوجني. يعني وين ما تمشي يقوم يطخوا بوجهك خيط مال العنكبوت. بسم الله انا احبيك اجواء مال الغابات، مكانات ظلمه، مكانات مهجوره. امريكا عباره عن غابه، هي اول ما اكتشفوها هي كانت اصلا غابه، وبعدين قاموا يقصون الاشجار يبنون بها مدن. هنا اي قطعه عندك ارض تعوفها فتره تصير كلها غابه واشجار وانواع الحشيش يطلع بها. فهنا اي ارض يتركوها هيك تصير. هيك اماكن من الطب تحس النفس شوية يضيق عليك. هاي المي يوصل لهنا مرات، هذا مال النهر من يصعد. احنا جاي ندور هسه مكان حلو وبصف النهر يصير كون. الشمس قامت تغيب، وخليها شوية تظلم. اليوم باقين هنا إن شاء الله لحد ما نكمل المشاوي مالتنا ونخلص السفرة الحلوة هاي. إن شاء الله تعدي على خير. Thank you.
انا هاي النقطة الزرقاء وانا بنص الغابة وهذا منها انا بصفي النهر، فهاي كلها غابة وين ما تدير وجهك غابة. هذا ايش علقه فوق؟ صاعد هناك، مستحيل المي صاعد بهذا العلو. وصلنا للجرف مال النهر، قمنا نشوف المي. تعال وينك، صار لي ساعة ادور عليك. واخيرا وصلنا للمي، ما شاء الله. خلنا نمشي بعد لي قدام، شوف انه مكان حلو ومرتب ونقعد نشوي بيه. اعتقد هذا احسن مكان هنا، صاير يم النهر وهنا قاعدة حلوة ويمنا حطب هواية، راح نسويها هنا حتى ايش نحتاج النهر يمنا، ناخذ مي نغسل. والمكان كلش حلو عجبني، لين طلعت شوي لقدام من هناك مو كلش المكانات حلوة ولا من هالجهة همية، فهذا احسن لوكيشن. يلا خلينا نسوي هنا ونبدأ نقول بسم الله. طبعا عندي هذا لايت وليزر بيه وفي صعقة كهربائية، ما تدرون احنا طابين بغابة اي شي يجينا، وان شاء الله هو رب العالمين حافظ اكيد.
شغلنا النار بعد خلي تصير جمر حتى شنو نبلش نشوي ان شاء الله تكون هاي. اول شيء خلي اشوفكم الغراض اللي جايبها. هاي بيها مي نغسل بيها اي شيء يعني نستخدم المي. عندنا طاوة صغيرونة، عندنا هاي نسوي بيها زلاطة او نخلي بيها الاكل. هاي الثانية همين مع زلاطة. عندنا هذا مع اللحم، خاشوقة، سكينة وقلاص، وهذا راح نسوي بيه الطماطة الشو ان شاء الله. وهناك الاكل والخبز، وقاعدة كلش حلوة، وصوت المي طبعا ما احكي لكم ما ينمل من يمه. وليش النار من تقعد بصفها تجي عليك، تروح من ذيك الجهة تروح عليك، تقعد من هنا هم تروح عليك، ما اعرف. هاي بس انا اصير وياي لو انتو همين. الاكل مالتي بالبيت ما يخلى من الاندومي. فقلت خلي اجيب اندومي ويانا هالمرة ونسوي على الحطب ونشوف طعمه على الحطب شلونه. النار جاي تصير جمر، بقت كم قطعة لي فوق حتى شنو نسوي اللحم على الجمر، لأن على النار يحترق بسرعة يعني يستوي بس الخارج والداخل يبقى نيه. خليت اللحم وخليت الطماطة بس ان شاء الله يكون ما يحترقن، راح اخلي بالي يمهن. يعني اللحم بس تنساه شوية تلقاه معطب محترق. راح اخلي الاندومي من هسه حتى يصير.
اللحم بدأ يستوي، بس كون أهم شي يستوي من جوه. والشمس قامت تغيب من هاي الجهة، بس ان شاء الله نلحق. هسه بيا الساعة بالله خلينا نشوف، هي الساعة بالتسعة تظلم وتقوم، بعد عندنا وقت. هسه الساعة بالسبعة، ثمانية الا خمسة، بعد عندنا ساعة ان شاء الله. الاندومي صار. اطيب طريقه تسوي بيها اندومي تخلي مي حيل قليل والمكونات مالته اخير شي تخليهن، فراح نذب من المي مالته. نبقى شي قليل مي بعدين نخلي المكونات. خلينا نجرب الاندومي بين ما يخلص اللحم. غير يستوي اللحم. الطماطة استوت. اي والله صارت تخبل الطماطة. خلينا نجيب الخبزة ونخليها على النار حتى طعمها يصير كلش طيب. بسم الله. نحرقها شويه، نعطيها حراره تصير مقسبه طيبه. اكيد هسه راح يسالوني على الكتاب اللي كنت اقراه، خليني اشوف لكم اياه. اسم الرقص مع الحياه، هذا كلش كتاب حلو وممتع. الحمد لله خلاص. خلينا الدجاج هنا وهاي الطماطة ورشينا عليها ملح، والخبزة صارت ما احكي لكم طعم بيها كلش طيب. تغمس طماطة شوية هيجي، تخلي عليها دجاج، تا
تاكل. نسينا شيء ما خليناه، الصاص الحار الشطه، هاي اهم شيء طبعا. بسم الله، وترش على الدجاج هيك. تخليه هيك تنقع كله، تلزم هذا الجنح، تطمسه همين بعد شويه وتاكل كل. بسم الله. هوايه منكم هوايه هوايه يسالوني بالتعليقات وين ابو علاوي؟ ابو علاوي وين؟ طلع لنا ابو علاوي، نريد ابو علاوي. ابو علاوي طبعا والله يعني شو اقول لكم، بس حيل مشغول بالشغل، اني اصلا ما اشوفه، يمكن كل اسبوعين مره واحده او مرات يصادف حتى شهر شهرين اني ما شايفه نهائيا. هذا السمك بيبسي الوحيد اللي ما ينشبع من يمه، لازم بكل وجبة أكل. طبعا أدري بيه مو زين، بس شو تسوي؟ بالأيام الجاية إذا قدرت أسوي لكم مشاوي ويا الشباب ويا جماعتنا، ولو هم كلهم بالشغل مشغولين وما حد يقدر يطلع ورا الشغل قليل، يعني السنه من تشوفوني اصور وياهم هاي من يوم اطلع عندهم ونطلع هيك الساعه او ساعتين ونرجع. بس البخاخ اللي رشيته على جسمي ماكو لا ذبانه ولا بقايه ولا حشره اجتي علي، الحمد لله. الحمد لله خلصت، هسه نطفي النار ونغسل الغراض بالمي ونروح. يا الله هذا راح نذبه للسمك.
هسه شنو بدت تظلم ودخلنا بنص الغابة وان شاء الله نطلع منها سالمين. ماكو اي احد بهذا المكان نهائيا، يعني ظليت قاعد تقريبا هنا فوق الساعتين ولا واحد فات من يمي ولا واحد. الحمد لله وصلنا بخير وسلامة. تعبت والله كلش. يلا هاي نهاية الفيديو، ان شاء الله الفيديو عجبكم، واذا عجبكم اللي ما مشترك بالقناة تشترك واكتب لي اي تعليق ولايك. تعبت كلش، راح اروح ارتاح واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامة، في امان الله. ها ولا تنسون ضيفوني على هذا الانستغرام مالتي، هناك انزل ستورياتي هواية ويومياتي. في يلا هالمرة صدق، في امان الله. مع السلامة.